تشكيلة الفريقين للقاء الليلة نبتدي مع حضراتكم بصاحب الأرض فريق الإنتاج الحربي في حراسة المرمى أحمد يحيى، رباعي في خط الظهر علي فتحي، محمد بازوكا، أحمد صابر والسيد الشبراوي، اثنين هاف ديفندرز حميد ماو ومحمد سوستا، طرفين محمد فييرا ومحمد رمضان، واثنين راس حربة عبد الرحمن شيكا وأمادو نياس. البدلاء أحمد بوسكا، محمد تاحة، غنام محمد، أحمد عفيفي، محمد عبد المجيد، أحمد علي، علاء سلامة، إبراهيم عبد الخالق ومحمد الشبيني. تشكيلة الفريق الضيف فريق البنك الأهلي في حراسة المرمى أحمد السعدني، رباعي في خط الظهر أسامة إبراهيم، أحمد ياسين، محمد دبش، عاصم صلاح، اثنين هاف ديفندرز استريلا ومعروف يوسف، صانع ألعاب محمد حامد، وطرفين محمود قعود وفادي فريد وراس حربة أحمد علي. البدلاء أحمد صبحي، محمد كوفي، محمود سيد شرويدة، محمود سيد وأحمد شرويدة، أحمد ياسر، محمد مصطفى ميدو، موسى ديوارا، كريم بامبو، وأخيرا محمد عصام. فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم بصحبة نجومنا الكبار، خليكم معانا.